لقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده، ونفخ فيه من روحه، وفطره على توحيده، ثم أخذ العهد والميثاق على ذريته من بعده بأن يعبدوه وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فمكثت الأرض بعد آدم عليه السلام 10 قرون لا يعبد فيها إلا الله جل جلاله، إلى أن وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام. فبعثه الله تعالى بكلمة التوحيد، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي يبعث إلى قومه يدعوهم إلى توحيد ربهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر الله تعالى عباده أن يوحدوه، وجعل التوحيد أصل الدين وأساسه، فلا تقبل حسنة إلا به، وبدونه تحبط الأعمال وإن كانت أمثال الجبال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا إله إلا الله، من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وخلق الجنة والنار وقسم الخلق إلى مؤمنين وكفار. ولا إله إلا الله هي أفضل الحسنات وأعظم مكفر للسيئات، إذا اجتمع التوحيد واليقين والإخلاص. ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول الرب عز وجل: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة جليلة، فهي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان وأثقل شيء في الميزان، وهي خير ما يعد للقاء الله جل جلاله. فلذا أوصى الأنبياء بها عند موتهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والموحدون يا عباد الله هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئا غفر له ذنوبه كلها. وفي صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فلذا يا عباد الله بنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة دعوته، فكانت حياته كلها في التوحيد، مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.